اشغال يعني رانا في نسبه فاقت 95%، لم يبقى سوى حصتين وتتمثلان في وضع الاضواء الكاشفه وكذلك وضع جهاز مكبر الصوت. لماذا أن هاتين الحصتين لم يتم الانتهاء منهما؟ وهذا راجع لأنه فيه تجهيزات سيتم جلبها من الخارج، من خارج الوطن. كل الإجراءات تم اتخاذها والطلبية تمت من طرف المؤسسة، مؤسستين اللتين تم تعيينهما من أجل هاتين الحصتين، وشهر أكتوبر إن شاء الله سيتم استلام هذه التجهيزات ووضعها على مستوى الملعب.